من حقي هي مبادرة مواطنية. اجتمعنا مجموعة من المواطنين، شباب، مجموعة من النشطاء، محامين، اجتمعنا على منظومة حقوق الإنسان اللي لمدنا الكل هو الوقوف والتصدي ضد تجريم الحراك الاجتماعي. كيفاش بدأت الحكاية؟ كيفاش بدأت الفكرة؟ كنا نتفكروا المدة اللي فاتت حملة حتى أنا حرقت مركز، وقت اللي نجم نقولوا بالصدفة هي ماهيش صدفة، لأنه في من محاكمة قتلة الشهداء 12 أفريل 2014 من وقتها بدأت تظهر الملفات متاع شباب الحراك اللي هما يا أما نشطاء شباب 17 ديسمبر، يا أما عائلة شهداء، يا أما جرحى، اللي هما متهمين بتهم كما حرق مركز واعتداء على هضم جر موظف عمومي واعتداء بالعنف وأنسي دي سويت، يعني القضايا المعروفة من نوع هذا. في نفس الوقت تم اتهامي بتهمه هذا مجرم موظف عمومي بالفعل والقول، ودعا علي احد الاعوان اني انا ضربته وقت هو كان حامل السلاح، ومش هو برك حامل السلاح، هو وزوج غرين معاه. يعني كانت بالنسبه لنا يعني عمليه انه يعني حامي القانون هو بيدو يكذب، فهمتي، ويدعي ثم مشكل. قلنا مش مشكل، مشيت نهار 19 للمحكمة، تبين أني أنا مشني وحدي، أني هذه أداة الفصل ذا، التهمة هذه الجزائية هي تهمة، فهمتي، تلبس لأي مواطن حب، يعني يقول إحنا حب يعبر، حب فهمتي يعطي وجهة نظر، أو حب يقول هذا حقيقة. إذا انطلقت من فكرة دون ما خرجت كملت، أعطوني فهمتي، تم الحكم علي فهمتي بخطية مالية، واللي هي تعتبر ايضا انني انا مجرم في حقيقه الامر. قلت انا لابد باش نمشي نخرج ونعمل حاجه. هذه مش مشتوقه القضيه دي. جيت نشوف المجله الجزائيه، نلقاها كلها، نلقاها اول حاجه تم صياغتها 1913، وكل التهم هذه من عهد البي، من عهد فرنسا، من عهد الاستعمار، ولم يقع تناولها اي مره. وهي تهم عديده، مش فصل، مش اثنين، مش ثلاثه، مش اربعه. جيت الفكره صغتها في برنامج أو في فكرة مشروع، وأودعته في أحد برامج الاتحاد الأوروبي اللي هو مثل صندوق التنمية، الصندوق الأوروبي للديمقراطية الـ، وتم الموافقة عليه بصفة شخصية، وليست له أي علاقة لا بجمعية ولا بحزب سياسي أو بجهة منظمة معينة، إنه مبادرة مواطنية بحتة. وتم النقاش مع الممول فهمتني عديد مرات لماذا وكيف الى اخره الى اخره. هذه انطلقت. في نفس الوقت وقت انطلقت تم تسجيل العقد من 18 سبتمبر 2014. تم دعوه فهمتني جميع الاصدقاء اللي نعرفهم من الشباب. في نهايه الامر هي قضيه شباب، في نهايه الامر هم اكثريه الناس يتعرضوا، انا نجم نسلكها بطريقه او باخرى، ناس ياس نجم نسلكها، انما هذه تهم تاع عمليات الشعب. قضايا فيما يخص يعني احداث الثوره، يعني 17 ديسمبر، انا احنا نقولوا بدايه من 17 ديسمبر 2010، لانه ما نجموش نحصروا المسار الثوري في شهر بصراحه، ما نجموش اصلا، ما حققنا شيء. القضايا اللي بدات في الوقت هذاك وخاصه في احداث الثوره مشيو في المهموته، كما فتحي جلالي اللي هو ديجا مازال محكوم، تحكم ب 10 سنين سجن، وبعدين في الاستئناف تحت للاربع سنوات، هو ديجا تو مسجون. كيما بولباب الخالدي اللي هو خال شهيد، هز في ولد اخته معناها للمستشفى في 5 جانفي تقريبا، اذا نتفكر 2011، يلقى روحه متهم بحرق مركز، وقت اللي هو عدى ليله كامله في المستشفى مع ولد اخته اللي هو توفى يعني مطلع الفجر. انا في البدايه ما نجمش معناها تفوتني الفرصه دي الا نحيي شخص بصراحه رافق كل الشباب اللي تحاكم هذايا، ومش بعد 14 جانفي، قبل 14 جانفي بكثير، خاصة محاكمات اتحاد الطلبة واتحاد أصحاب شهادات المعطلين للعمل، وكنت شاهد على هذا اللي هو الشهيد شكري بالعيد اللي تقريبا كان مجند للمحاكمات هذه الكل. نرجع اليوم للتوزع الجغرافي، أنت تعرف جيدا أنه تقريبا المناطق اللي كان فيها حراك قبل 14 جانفي وبعدها وتواصل بالطبيعة هي مناطق كانت معروفة بحركات تلمذية، معناها كان موجود على الاقل الزخم هذايا السياسي والنقابي بحركات تلمذيه، وكانوا حاضرين من الليسيات نتاعهم للتنقل الى الجامعات ومواصله مشوارهم النضالي. صحيح فما جهات معناها
محرومه من التنميه اكثر من جهات اخرى وجهات مفقره ومهمشه اكثر من جهات اخرى، لكن الفقر والخصاصة والبطالة والمشاكل الاجتماعية موجودة برضو، موجودة في الحومة الشعبية، معناها حتى في العاصمة في حد ذاتها، ولا صفاقس ولا سوسة ولا كذا، والمدن الكبيرة موجود فيها فقر، موجود فيها حرمان، موجود فيها تمييز، موجود فيها ناس قاعدة تتحاكم على معناها نتيجة حركة الاجتماع ونتيجة مطالبها فهمتني ولا بالمطالب الاجتماعية الحارقة متاعها. بدينا على الاول بنويو صغير اللي هو خمسه منسقين، يعني انا كمنسق وطني واربعه اخرين منسقين جهويين، اللي هو خليفه نعمان منسق ساحل، رفيق رحالي منسق جنوب الشرقي، صفوان بوعزيز منسق الجنوب الغربي، وسالم العياري منسق شمال الغرب. خدمنا بالطريقه هذه باش تسهل العمليه شويه، كل شخص مهمته يتلهى بتنسيق في الـ في الـ في الجهه نتاعو، في الاقليم نتاعو. وخذينا من كل ولايه ممثل عنها، ما كانتش العمليه صعيبه برشا، يعني شنو اللي باش ناخذوه الشخص باش يكون ناشط مهتم بمنظومه حقوق الانسان، مهتم بالحركه الثوري اللي قاعد يصير، ماهوش انسان يعني ديزانتيريسي غير مهتم بالموضوع جمله، بتبيع باش يكون انسان من ولاد الحراك ومهتم بالموضوع. وبعدين بدينا تلمينا مع بعضنا، صاروا دي فورماسيون في البليدوي، في دي فورماسيون جوريديك، دي فورماسيون ميدياتيك، يعني عملنا مجموعه كامله نتاع يعني دورات تدريبيه، ومنها هي توا ان شاء الله نحضروا القافله اللي هي قافله من حقي باش نتنقلوا من ولايه لولايه، نتصلوا ان يعني نحتكوا بالناس اللي بالرسمي تعرضوا الانتهاكات، تعرضوا التجريم، قاعدين يعانيوا في محاكمات ويعانيوا في تتبعات عدليه وتتبعات قضائيه، كما عندنا قفصه قضيه البركه اللي هي معروفه برشا، عندنا جربه قضيه اهالي جربه اللي متهمين بحرق مركز، اليوم البعض منهم عنده 10 سنين عايش البرا يلقى روحه متهم بحرق مركز في الثوره، برشا قضايا كما اهالي تالا اليوم اخوه شهداء ومتهمين بحرق مركز، منزل بوزيان، المكناسي، عنا برشا قضايا، نحاولوا نحتكوا بالناس اللي هي بالرسمي قاعده في كما قلت في تتبعات عدليه وقضائيه، يعني مانيش باش نخدموا بمعزل عليهم هما الناس هذوك، مانيش باش نخدموا وحدنا وبعد عليهم. بعد القافله هذيا نكملوا حمله المناصره نتاعنا، وقاعدين ديجا كان شفتوا بكري نعملوا في حمله نتاع جمع امضاءات ومسانده لخلق قوة ضغط مواطنية بيان سور، للضغط من جهتنا في 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 تنقيح القانون وفي إلغاء العمل بالفصول القانونية المجرمة للمواطن اللي طالب بحقوقه كمواطن في البلاد هذه. مبادرة من حقي بالأساس تهدف إلى تغيير بعض القوانين أو الفصول في المجلة الجزائية، مجلة الإجراءات الجزائية، وبعض القوانين الجزائية الخاصة معناها اللي خارجة على المجلتين هذوما، اللي يرى فيها صاحب المبادرة وأنصار المبادرة هذه أنه فيها بعض من التعسف على حقوق المواطنين، وهذا واقع مش حتى فقط هي رؤية، هي فصول يمكن على أساسها تجريم أنواع الاحتجاج الاجتماعي، معناتها ظواهر الاجتماع الاحتجاج الاجتماعي. القانون عدد 4 مثلا اللي متعلق بمكافحة التجمعات والمظاهرات اللي نجموا على أساسه يتم تفريقها بطريقة عنيفة في بعض الأحيان، وحتى تجريم أصحاب المنظمين لهذه التظاهرات. فما جريمة هضم جانب موظف عمومي بالقول أو الفعل اللي هي جون اكزاجير اون ريان، اذا كان نقول 80% من قضايا الناحيه اليوم متعلقه بهضم جانب هضم جانب موظف عمومي اللي لا يزي معناتها اثبات عدم وجودها صعيب، واكثر من هيك الوسيله الاثبات الاساسيه فيها تكون محاضر المحرم نفس عون الامن اللي هو يدعي الضرر، معناتها الى على فوا جوجي بارتي في الاخر. احنا شاركنا فيها كمنظمة ومكون في المبادرة هذه، لا لشيء لانها تصب في نفس خانة الاهتمام نتاع المنظمة، وخاصة ملف الحراك الاجتماعي
اللي واكبناه منذ بداياته من 2006 إلى اليوم. من حق هي مبادرة مواطنية، معناها إنيسياتيف سيتويان ضد تجريم الحراك الاجتماعي، ومن أجل مناصرة كل الشباب اللي يقع تتبعهم عدليا اليوم في قضايا، معناها اللي قضايا اللي القضايا اللي انكلوي في الحراك الاجتماعي في الحراك الثوري من 17 ديسمبر حتى لليوم. من حقي، علاش قلنا من حقي؟ من حقي نعبر، من حقي نحتج، من حقي حقي في الشغل، حقي في التنمية، حقي في التعبير عن الرأي، حقي في حقي في الكرامة. المبادرة ذي تهم كل المواطنين، الأهداف متاعها معناها برانسيبالمون نحن ندافعوا على حق المواطن التونسي، معناها في قانون يضمن معناها حريته في التعبير عن الرأي، حريته في الاحتجاج الاجتماعي، حريته معناها في المطالبة، معناها بالمطالب معناها اللي تهم شغله واللي تهم حريته واللي تهم التنمية واللي تهم معناها العدالة الاجتماعية. مبادرة من حقي هي بطبيعة فكرة قديمة بدأت من المحاكمات الاجتماعية اللي تعرضوا لها برشا شباب في برشا جهات، من منزل البوزيان لقرية العمران لمجموعة البركة في أم العرايس لشباب القصرين وتالا إلى سليانة وكل الشمال الغربي. كان فما ديما تهمة توجه للشباب هذية وتحكمت بها أنا وتحكموا بها قبل ما تكونوا فما وسائل الإعلام وقبل ما يكون الفيسبوك عنده دور إلى غير ذلك. كنا نتحكم دائما مش بالقضايا السياسية، كنا نتحكم بقضايا أخرى، يهضم جانب موظف عمومي وإلا العرب ده والتشويه في الطريق العام إلى غير ذلك. النظام هو نفسه والماكينة هي نفسها، شيء ما تغير، داير 3 سنين حكومة شرعية، انتخابات شفافة، تتاتيها ومحاكماتها وحراكة وكذا، ما شفنا حد شيء. دونك كما قلت لك النظام ما سقطش، الماكينة هي نفسها. دونك باش نواصلوا كما احنا، مهمتنا هي الوقوف ضد والتصدي ضد تجريم الحراك الاجتماعي، مهما تكون الحكومة شكون هي، مهما يكون النظام شكون هو، لأنه مهمتنا احنا ما يتجرمش حتى مواطن، وكل مواطن يمارس حقوقه المكتسبة، هي ديجا حقوق في البلاد هذه، مهما يكون كما قلت لك النظام شكون ورأس النظام شكون. احنا باش نواصلوا كما احنا، واللي بديناه كان في وقت اللي احنا بدينا ديجا في ظل حكومه تكنوقراط ومهدي جمعه. دونك احنا ما احناش نخدموا في علاقه بالحكومه شكون هي وفي علاقه بالنظام شكون هو. اللي يهمنا انه المواطن هذا يمارس حقه كمواطن في البلاد هذه، ما تتمسش هيبه المواطن في البلاد هذه. واللي يهمني انه يجي نهار انه بالرسمي نلقى قانون ما عادش هضم جانب موظف عمومي، نولي نحكي على هضم جانب مواطن من طرف موظف عمومي. علاش لا؟ اول حاجه هي مش وضعيه جديده، باش نبداو واضحين، لانه نظام الباي كان بدا بالمساله نتاع هيبه الدوله ومجابهته للقبائل، كانت على اساس انه احنا باش نركزوا دوله منظمه وحديثه وما الى ذلك. ثم تجي لو بروتيكتورا او الاستعمار الفرنسي، كيف على بتعاله احترام القوانين وبعد بتعاله هيبه الدوله، ضرب الحركه الوطنيه والمناضلين في سبيل الاستقلال. نتعداو من بعد الجمهوريه التونسيه، كيف تبدا وتبلور النظام الديكتاتوري في الجمهوريه الاولى على اساس الحفاظ على هيبه الدوله. دونك هيبه الدوله كما هي حاجه ايجابيه، راه ما فماش واحد ضد هيبه الدوله، فماش واحد يحب دولته اقدرها طايح، ما فماش واحد يحب دولته ما عندهاش احترام ولا القانون ما يسودش، لانه اذا كان القانون ما يسودش احنا كلنا مهدين في حقوقنا اللصيقه، مش اقلها حق الحياه، اقل حاجه. ما فماش واحد ضد هيبه الدوله، لكن هيبه الدوله من هيبه المواطنين نتاعها، هيبه الدوله من هيبه قانونها ومن مؤسساتها ومن احترام القانون اللي يحكم في البلاد هذه. لذلك الاحتجاج الاجتماعي، لو كنا احنا نرجع للدستور، دستور 59 ولا حتى دستور جانفي 2014، الزوز ما يختلفوش في انه من اهداف الجمهورية التونسية القضاء على الفقر وعلى في درجة اقل مقاومته وتحسين ظروف العيش
في تونس والحق في الكرامة والحق في عيش كريم ومعاملة حسنة والارتقاء بالبشر التونسي، الإنسان التونسي لوم تونيزيان، من درجة رعية الجمهورية لو سوجي دو لا ريبوبليك إلى درجة المواطن. درجة المواطن ما تكون إلا بعلاقة تفاعلية ما بين السلطة الرسمية الإدارة مهما كانت صيغتها، إدارة بصيغة أمنية ولا الإدارة بالصيغة الإدارية البحتة، والمواطن كمنتفع من هذه الخدمات الإدارية. بالتالي الاحتجاج الاجتماعي ما يزموش يكون جريمة، بالعكس الاحتجاج الاجتماعي هو في صلب بناء نظام جديد يقوم بالأساس على احترام المواطن، ومرة أخرى هيبة الدولة من هيبة مواطنيها.